نعم 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 حاليا احنا عندنا تصعيد انه احنا نجي على السطر الاول تصعيد كله سلمي يعني ما اكو شيء يستدعي اكو تقابل بقوه مفرطه وانت تشوف انت هاي جرحة يعني هسه انا الساعه 1 انضرب هنا خطيه واقف الولد وجات الطابور هنا براسه من جهه القوات الامنيه صحيح احنا القوات الامنيه اخواننا ويعني ما اكو داعي لاستخدام القوه باي شكل من الاشكال يعني المتظاهرين سلميين يعني واغلبها شباب يعني ما عندها شعدهم مثلا على شنو ما اكو شيء يستدعي الضرب والقوه هيك اول شيء تصعيدنا احنا سلمي 100% ثاني شيء ما طالبنا بشيء كبير غير القصاص يعني قصاص ولدنا شنو هو الصعوبه اللي بكاميرات طبعا الناس معروفه 100% بناس لهم فيديوهات بالقتل وبالقمع وبكل شيء سواء من ايام حكومه عادل عبد المهدي الحد الكاظمي فشنو الجديد ان انت ما تقدر تجيب ذولا اللي قتلوا ولدنا ليش ما تقدر تجيبهم وين حقوقنا وين الطرقاعه وين الدنيا وين احنا عايشين العالم وين عايش واحنا وين عايشين يعني هاي الشباب الله محمد يرضاها هاي الشباب ما تلقى حتى ألف بجيبهم هاي شباب مثل الورد تلقى الواحد المهندس تلقى المعلم تلقى كل شيء ما اصلا بيده شيء قمع 100% 100% قمع كانوا محافظات شوف انا موجوده واخذوني الشغب وانضربت يمهم هسه قبل شويه جيت محافظات كانت جايه ناصريه بصره الكوت النجف تمام من العلاوي ما خلوهم يعبرون لحد ما هم رادوا يعبرون غصبا ما عليهم قمعوهم بالضرب انا وحده من العالم انا رحت بيها زين يعني انت هو جاي لك بعلم يعني شايل لك شايل وياه شايل سلاح ابيض شايل وياه كل شيء ما شايل وياه غير علم وجاي يريد يجي للساحه يطالب بحقه شنو انت هناك بالدونكيات وبالمسيل وبالدنيا وبالضرب وماكو رحمه يعني ضربك ماكو رحمه ضربه موت يا اما على الراس يا اما بصفحه القلب يعني ضربه موت ليش هاي مو شبابنا يعني احنا انا من جيت واحنا نمشي كلهم محاطينه زين من اخذونا اعتقلونا ودونا لحد وبعدين الله كرمنا وطلعنا اقول لهم انتم عراقيين واحنا عراقيين شنو انتم ديانتكم انتم مسلمين واحنا مسلمين شنو الفرق بيني وبينك انت شنو واني شنو كل احنا نفس الشيء ماكو فرق بيننا سواء انت منتسب سواء انت ضابط سواء امر لواء سواء رئيس وزراء حالي حالك الي حق انا هنا انت الك حق مال ان انت تاخذ وتبوق عمي بوقوا بوقوا انطونا 50% وبوق ال 50% انما مو تبوقها كلها Thank you.
بالنسبة للمتظاهرين يريدون حقهم لا أكثر. وش حبيبي؟ وكنا متزوجين وكنا شباب، احنا ما نريد هواي، نريد كل واحد حقه. خوش، واحنا صارنا سنين وعامات، وهذا صار سنة كاملة من 25 اكتوبر لحد الان مجرمين. ما يحار يذبون على الشغب، شغب يذب على الناس ما يحار. خوش حبيبي، خوش. وهاي احنا راجعين، دخانيات موجودة، كل شيء. خوش، واحنا ما نريد، نريد بس حقوقنا. لا لا لا، ما يتراجعون، ما يتراجعون، ما تراجع ان شاء الله. واخواننا موجودين. خوش، ما تراجع. عمي خلوا الشباب بالقيعان يذبون عليهم مي، هاي الفتايل لعبوا بيهم دهر بيناتنا الحسين، لعبوا جوله بالوادم بيناتنا العباس، هاي الوادم مجطله بالشارع، يجون يطبون من هناك. هاي اسمين هذن الدخانيات، مو دخانيه، كل العالم كله تتجطل بالشارع، ما كلهم اولا يخلون واحد يفوت ابد، يقولون اللي يفوت هسه يعبر هنا نفعل به هيك، يحكون ويانا حكي. ما احنا ناس سلميين، ما عندنا كل شيء. احنا سلميين، ما قبلوا سلميين، ايش يسوي لهم بعد؟ احنا سلميين بالبدايه، سلميين احنا، رحنا ما همسه الدواء عينه، فخطواتنا اساسينك ولا احرار تصعيد عليهم. والله قدام جاي تشوفون انتم مسيل دموع، هذني سوالف على صف، هذني حاجه سوينا كك، واحنا كبيك العباس.
فينك يا ولد؟ والله ده تشوفون بعينكم يعني ده اشوف الجرحى والمصابين هاي الخيام مال التمريض مليانه حتى ما يلحقون يداوم بها حتى ادويه ماكو ويخافون يطلعون ويدوم من المستشفيات لان اول شيء هيعتقلوهم وهاي ده تشوفون يعني هسه كل ساعه يصير الضرب يعني هاي مو وضعيه عود هاي عود اليوم هذا مال اكتوبر وهيجي هيك قالوا على الاستاذ قالوا بلا دخانيات ولا مطاطيات ولا اي شيء كل شيء ما يسوون عود هاي السلميه مالتنا وشوفوا ما السلميه مالتهم. والله احنا يعني بشرنا العفو بخير بحكومه الكاظمي بس هو هم طلع هم مثلهم ما قاعد نشوف شيء يعني ما قاعد اي نتيجه ما قاعد نشوف من عندهم يعني مجرد بس حكي وكل شيء ماكو. والله تذبوا هوايه شباب احنا كنا واقفين على جسر الجمهوريه وهوايه فاتوا جرحى ودخانيات وصوبه فتذوا هواية شباب يعني أنا بعيني شفتهم كل شوية تفوت توك توك بها 2-3 مصابين وعدد الدخانيات اللي عمتنا يعني إحنا واقفين على الجسر والدخانيات علينا لا عدش حال اللي هم هناك خطية تذوا أكثر من اللازم لا إن شاء الله ما تنتهي كل ما يزيد القمع كل ما يزيد الإصرار والمواجهة كل ما يزيد القمع يزيد إصرار تعامل زفت رمانات صوتية يذبون علينا بالطابوق بالمصيادات يغلطون علينا بمبات يشمرون علينا اذونا دخانيات يعني احنا مو قلنا سلميه يا هاي السلميه مالتهم يعني هسه هاي مصطفى الكاظمي انت مو طلعت تصريح وتقول القوات الامنيه خليت تعمي المظاهرات يا هاي Thank you.
يوم شلون شفت تعامل قوات الشغب مع المتظاهرين؟ يعني هذول العالم يعني هذول ناس العلاوي يعني خلينا شباب هاي الشباب يعني شايفهم ما عم مال الشعب شو ناس شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كمتظاهرين جينا من البصرة ساند اخواننا هنا بساعة التحرير. اليوم انا اشوف تعاون ابو الشغب مثل ما يوم اشوف عدو قدامه ما كان عراقي. اليوم انا اشوف ابو الشغب ما اعتقد اليوم لو جندي عراقي، هذول كلهم احزاب وكلهم منشيات. العراق ما راح يصير براسه خير الا تسقط الاحزاب، احنا ما راح نرجع لبيوتنا. اليوم احنا اليوم اسوا وبعد وباكر ها اسقاط ذول المنشيات اللي اجوا ها يريدون وصعدوا على اشتاف اليوم على الناس، وكم واحد فاتح اليوم مقر. انا اليوم اريد وطن، انا اليوم ما اريد احزاب، اليوم اريد بس علم عراقي. اجيت لي جاي يقمعني جاي يحتقني، كم الواحد حاكي هسه مولاي ما مولاي، وينكم؟ كنتوا بيران دايحين تبيعون سبح، اجيتوا لكم واحد فتح له مقر حزب، انا حزب فلان ولا حزب قندره، حشا مراجعني، اناشد المرجعيه. لا انتوا مثل ما اعطيت فتوى على داعش اعطي فتوى على الفاسد، قل لنا لا ويا الشعب ها لا ويا الفاسد. انتم تتحملون مسؤوليه هاي الشباب الجاي تطيح وجاي تموت. احنا الشباب اجينا بس بالعلم العراقي، الشوق العشاري قالوا احنا نزل راح ننزل ويا الشباب بيارغنا، واحنا وينهم؟ بس الشباب اليوم قدامهم الشغب وما راح نرجع بيوتنا. كل شاب اليوم والله على بد للموت، واحنا ما جاريد نموت، جاريد حياه، جاريد نريد نبني بلدنا. اجينا بس هذا العلم وراح نستشهد بس بحب هذا العلم. وكم خليتوا كلهم عراقيه تبكي، خليتوا كل شاب اليوم هنا يتدمم ليش؟ انتم منين؟ الحسين صحيح هات من الذله، الحسين مو بس مشي ومواكب ولطم ورحنا مسيره، يعني بس قضيه الحسين مواكب وهاي وتطلعون بالتلفزيون كل ما الاعمار تشكبرها دير بالك على امك دير بالك على امك، والله كلها غلط هذا. عمي بعد والله قمنا حتى ما نقلد، يا نقلده بس قولوا لنا كافي مليله، جاي تبيعون للشباب جاي تموت، جاي تبيعون للشباب جاي القتل، جاي تبيعون للنساء جاي القتل، شاب جاي يقول لك يا فازل ما اريدك، يا حزب والله العظيم مليله شنو نحكي؟ وان شاء الله بزواج هاي الشباب وان شاء الله هم هذول بوجوه التغيير، خل باكر عقبه اطلعون الشوق العشاير والباقي المعممين يقولوا احنا غيرنا، لا عم زوج الشباب والثوره شباب. Thank you.
اليوم 25 تشرين هو الذكرى السنوية لثورة تشرين، ثورة اكتوبر، ثورة 800 شهيد، ثورة 25,000 جريح. اليوم احيانا هذا اليوم بهاي المناسبة مسيرة نسوية من كل المناطق اللي ببغداد واكو من المحافظات شاركونا اليوم، واليوم الشباب تجمعهم بساحة التحرير ايضا من كل المحافظات، مسيرة طلابية وكلها هتافات سلمية لاجل الوطن وامان والاستقرار للوطن واخذ حقهم الشباب وناخذ حق الشهداء اللي انقتلوا على يد القتلة من كل طوائفهم وقومياتهم. احنا نطالب بهذا اليوم القصاص من القتلة ومحاكمتهم امام الشعب العراقي، محاكمتهم امام الشعب العراقي وامام ساحة ثوار ساحة التحرير. اليوم يتجدد ذكرى الانتفاضة بوجود مجاميع الشباب والمشاركين المتظاهرين من كل الأعمار. اليوم مميزت تظاهرتنا هسه قبل شوية مسيرتنا كانت مسيرة نسوية ضمت نساء من بغداد ونساء من المحافظات، بس يمكن على السريع ما جت أعداد هواية ولكن لا بأس بها، وصلت إلى هنا من جهة من ساعة النصر إلى ساعة التحرير، لا زالت تطالب نفس المطالب الأولى اللي طلعت لها الانتفاضة. لحد الآن كل شيء متحقق من الانتفاضة، لذلك مطالبنا الأولى اللي كانت بالانتفاضة نريد وطن خالي من الفاسدين، وطن جديد خالي من نظام المحاصصة ونظام الفساد اللي تشبعنا به وحرم العراقيين من الحياة الهانئة. احنا لازلنا نطالب بهذا الوطن، فما تغير كل شيء من ذاك 2019 تشرين لحد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مسيرة نسوية داخل محافظة بغداد في ساحة التحرير. المسيرة النسوية ضمنت مو بس نساء بغداد وإنما محافظات. أنا اللي أتحدث وياك من السماوة، جينا هنا لمساندة أخوان الشباب الموجودين في ساحة التحرير. طبعا اليوم التظاهرات مو بس أهل بغداد بيها، أولاد الغربية، شباب الغربية، شباب الجنوب موجودين هنا، لهم مطالب والمطالب موحدة اللي هي محاسبة قتلة شهداء تشرين اللي لحد هسه ما نعرف منو قاتلهم. بعدين نريد نعرف الطرف الثالث، منو الطرف الثالث؟ على الحكومة أن تعرف لنا منو الطرف الثالث اللي جاي تخرب التظاهرات واللي المندسين اللي بين المتظاهرين. احنا هنا وطن واحد من أقصى الشمال إلى الجنوب، مطالبنا عديدة بما فيها التعيينات والرواتب وزيادة الرواتب والمحاضرين والمهندسين وغيرها. يا تشرين.
طبعا اليوم احنا موجودين هنا، اولا نعتبر هذا اليوم يوم تاريخي بالنسبه للعراق، وان شاء الله يكون يوم الوطن للعراق هو يوم 25 تشرين. وجودنا اليوم كنساء احنا متضامنين مع اخواننا وشبابنا اللي موجودين بساحه التحرير، ليس فقط انه احنا موجودين نحيي هذه الذكرى، لا، بل هو رساله يعني نحاول نوصلها للجميع انه احنا مستمرين وان شاء الله مستمرين. بالنسبه للحكومه احنا نعتبر كاظم عبد المنه يعني العفو كاظم الكاظمي هو نتاج عن هاي الثوره، ولكن هي الاخفاقات تاتي من ما بعد انه كان موجود في الحكومه، ونعتبر انه الحكومه الموجوده حاليا هي نفس حكومه عادل عبد المهدي، لذلك الثوره مستمره وباقين الى ان تتحقق كل المطالب بما فيها محاسبه القتله ومحاسبه الفاسدين وكذلك الاسراع في تنفيذ قانون الانتخابات. وللاسف وفي هذه اللحظه بالذات احنا نلاحظ انه وجود قمع، رغم انه هذا من ضمن الاولويات اللي طلبناها من الكاظمي انه ما يكون هذا القمع بالنسبه للمتظاهرين، بس نتمنى انه يكون هذا الموضوع خارج عن نطاق انه الكاظمي الى طرف بي، ونرجع ونقول الطرف الثالث منه. اليوم بلشنا من الساعه 10 الصبح تظاهرات، كانت طلبه وهسه نسائيه، ونجدد العهد يعني باكتوبر، ويعني نثور لاجل الشهداء اللي راحوا، ونطالب الحكومه بالكشف عن هويه القتله اللي يسموهم الطرف الثالث. وطبعا هاي الثوره ما بها وقت وتنتهي، الا اذا ما تحقق كل اهدافها تبقى مستمره. فاحنا نطالب الحكومه، نطالب المنظمات، يعني لازم يكشفون مصير اللي قتلوا اولادنا، يعني هذا المطلب اساسي بالتظاهرات. وطبعا احنا اساس التظاهرات هو كشف الفاسدين وشوف اموالنا وين راحت. اليوم جيت من بغداد ساحه التحرير بها جميع النساء من كل المحافظات، من النجف، من الديوانيه، من كل الجهات، في سبيل شنو؟ في سبيل الوطن. واحنا محاربين السرطان، احنا ماكو اي حق من حقوقنا. انا بصفتي محاربه سرطان انا سافرت للهند، ليش؟ لان ماكو علاج بداخل العراق، واني يعني كيمياء ماكو بالعراق. زين، الى متى محاربين السرطان يسافرون للخارج وهم اصلا ما متوفر علاجهم بالعراق؟ زين، مسؤوليه الحكومه شنو غير يوفرون ابسط حق من حقوق امراض السرطان؟ انا اكثر من مره ناشدت بس ما حد ما سمعني. لهذا السبب أنا اليوم جيت ساحة التحرير على مود مرضى السرطان. اليوم أنا أقدر أمشي على رجلي كمريضة السرطان، غير ما يقدر يمشي على رجليه. زين، إلى متى إحنا رح نبقى هيك أمراض السرطان؟ تشريني اسمع أذان التشريني، اسمع أذان التشريني، اسمع أذان التشريني، كامل لن يوم وما أجزاء، اسمع أذان التشريني، كامل لن يوم وما أجزاء، اسمع أذان التشريني، أقطع يوم وما أطلع، اسمع أذان التشريني، وبركبتك وتوفي ديني، اسمع أذان التشريني، وبركبتك وتوفي ديني، اسمع أذان التشريني، 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 تظن الخضرة تلمك، اسمع أذان التشريني، تظن الخضرة تضمك، اسمع أذان التشريني، عبرة شطون وصل يمك، اسمع أذان التشريني، عبرة شطون وصل يمك، اسمع أذان التشريني، اسمع أذان التشريني، اسمع أذان التشريني، تظن الخضرة تضمك، اسمع أذان التشريني، عبرة شطون وصل يمك، اسمع أذان التشريني، دومك ما خليها تلمك، اسمع أذان التشريني، دومك ما خليها تلمك،
تجريني اخذ حيفي وجوع سنيني اسمع هذا لا تجريني اسمع هذا لا تجريني اسمع هذا لا تجريني اخذ جوعي وحيفي سنيني اسمع هذا لا تجريني 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 لا تجري كلنا اليوم لا تجري لا تشري ضد الارهاب لا تشري ضد الارهاب لا تشري حس هذا الكون لا تشري حس هذا الكون لا تشري لفتك شردون لا تشري لفتك شردون لا تشري فتحت الابواب لا تشري فتحت الابواب لا تشري صوت الشباب يا تشري صوت الشباب يا تشري باب الحريه لا تشري باب الحريه لا تشري يا تشري ضد الرجعية يا تشري كل الحرمية يا تشري كل الحرمية يا تشري ثورة الشجعان يا تشري ثورة الشجعان يا تشري جيبوا شبان يا تشري جيبوا شبان يا تشري سلموا نسوان يا تشري سلموا نسوان يا تشري فجر بركان يا تشري فجر بركان يا تشري وكل مكان يا تشري وكل مكان يا تشري وكل مغدان يا تشري يا تشري ثورة حرية يا تشري ثورة حرية يا تشري صوت صوتك يا وطننا يعلى صوت 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 وما تخوف بالمنايا كل من بيوم يموت فوق صوتك يا وطن ما يعلى صوت 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 ما تخوف من لا يخوف من بيوم يموت فوق صوتك يا وطن ما يعلى صوت فوق صوتك يا وطن ما يعلى صوت وما تخوف المناية كل من بيوم يموت ما تخوف المناية كل من بيوم يموت ما تخوف المناية كل من بيوم يموت ما تخوف المناية كل من بيوم يموت فوق صوتك يا وطن ما يعلى صوت 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 يوم يموت ما تخوف من المناية كل من بيوم يموت ما تخوف من المناية كل من بيوم يموت فوق صوتك يا وطن ما يعلى صوت لبيك يا عراق لبيك يا عراق لبيك يا عراق لبيك يا عراق فرح بالدم نفديك يا عراق الروح بالدم نفديك يا عراق الروح بالدم نفديك يا عراق الروح بالدم نساك يا وطن هاية هاية نساك يا وطن هاية ضحوا بدمهم رفعوا الراية ضحوا بدمهم رفعوا الراية ضحوا بدمهم رفعوا الراية ضحوا بدمهم رفعوا الراية وين 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 الملايين كلها جنب كلها جنب تنطوا على الحسين وين وين
أول شيء إحنا أجينا مظاهرات ندعم أخوان المتظاهرين ونساندهم كمعنويا وكدعم يعني اللي نقدر عليه ندعمهم. فمن طلعنا مظاهرات حتى لا يروح دم الشهيد غدر. هذه المسيرة النسوية لإثبات دور المرأة في المظاهرات في العام الماضي وأحياء هذه الذكرى، ذكرى شهدائنا الأبرار، وجعلهم الله في جنته إن شاء الله. وقمنا بهذه لإثبات دور المرأة أكثر وتواجدها في هذا المجتمع، ويجب أن تتواجد في كل مكان في هذه الساحة المباركة وكل ما يثبت دور المرأة في هذا المجتمع.